في عندك فياجرا؟ فياجرا؟ ايه ايه؟ لمين؟ الخواجة. ايه؟ عراسي. اي عيار بدك؟ اقوى شيء. وصان؟ قد ايه عمر الشخص؟ يعني اكبر مني شوي. بياخد غير ادوية؟ عنده مشاكل؟ لا ابدا ابداي. اي عيار بدك؟ في 50 في 100؟ المية مش احسن؟ هاي ما تحمل ضميرك، خليها على 50. بس ما تحمل ضميرك. ما بحمله؟ انه راح يروح. مية مية فرد ضرب؟ طيب بدك حبة علبة كرتونة؟ قد ايه بدك؟ قد ايه فيها العلبة؟ فيها أربع حبات. أربع حبات بس؟ أكثر ما في؟ أكثر ما في؟ مش بدك تعزيهم أكثر من ايه؟ أربع حبات. ليه؟ كلها فرد مرة؟ لا، اوعى تعطيها كلها فرد. ببلش ينط بالعالي. بصير ينط مثل ما بتقعدي تهديه. شو يا إلي؟ شو رأيك بالخبرية؟ ايه بس ما بتعطيش الأربعة مع بعض؟ لا طبعاً. لكن عرضك غير إذا بدك تخلصي منه. بس إنه غير هيك؟ لا ما لحد هلا ما بدي أخلص منه. بدك إياه عايزتي بعده منه؟ ايه خلص، إذا هيك ما عندنا مشكلة. مفعوله منيح. شو بدي فيني؟ شو بسألني بعده شاب؟ لا عم بسأل أنا. بتعرفي؟ لا ما وصل له. ما وصل له، ما عم بكير هلا. تفضلي. ميرسي. يا هلا. ملنا علاقة وهو الرب يخلينا هنا. كل انسان يدبر حياته مزبوط على طريقته.